السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ لعلكم بخير ان شاء الله. وحشتونا طبعا، انتم ملمين بكل الاحداث يعني اللي حاصلة في الدنيا كلها، فنتمنى كده يعني كل واحد يقف مع نفسه وقفة كده، يراجع نفسه ويراجع حساباته مع ربنا، يعني نحاسب نفسنا شوية، نشغل النفس اللوامة ونريح شوية النفس الأمارة بالسوء. ربنا يعصمنا جميعا. طبعا اللي احنا فيه ده يعني ما فيش شك ان هو ابتلاء شديد، وطبعا كلنا عارفين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فكلنا مليانين ذنوب، ونتمنى ان احنا يعني نرجع لربنا ونستغفره وندعي ان ربنا يقبل توبتنا ويرضى عنا ويتوب علينا. دائما وابدا بسم الله الرحمن الرحيم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. كل ما تقرا الايه دي لازم تقف عندها وما تعديش عليها مرور الكرام، لانه لازم تحس دايما بالفضل اولا لله، أولا وأخيرا لله. وفي المشكلة اللي موجودة دلوقتي أو فيروس كورونا، فهو لا بقى الأسلحة ولا الطيران ولا المال، هو العلم، اللي إن شاء الله يعني ربنا يكرم الباحثين والعلماء إن هم يوصلوا لبوتنت أنتي فيرال، يقضي على الفيروس إن شاء الله، ويلهمهم إن هم يعملوا الفاكسين. فدائما لازم نستشعر قيمة العلم. ويعني سبحان الله، يعني فيروس لا يرى بالعين المجردة، و يعني دخل 5 قارات نقدر نقول، طيران وقف كله في حالة، أو معظم الدول يعني في حالة هلع أو خوف. هو الخوف طبعا، هو ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وإنه ده ما فيش شك إنه هو جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ولكن هو زي ما بنقول كده يعني، أو مشايخنا العلماء بيقولوا، هو للمؤمن بيكون امتحان. وأتمنى إن احنا إن شاء الله كلنا يعني ننجح في الامتحان، ولغير المؤمن فهو عقاب. كلنا مؤمنين الحمد لله، ولكن منا مقصرين كتير، وأنا أول المقصرين. فحتى ولو هو عقاب، فهو يعني لما تعاقب أخوك الصغير أو ابنك على حاجة غلط، أنت بتعاقبه عشان يبقى أحسن، بتعاقبه عشان يبقى حد كويس، حد صالح، حد شاطر، حد متفوق. فيعني أنا أتمنى إن هو ربنا يرحمنا ويرضى عنا، ويعني اللي ما بيصليش يصلي. مش محتاج ان انا اقول لكم طبعا الكلام ده، دايما خلي لسانك رطب بذكر الله، الاستغفار، التسبيح، عشان ربنا يعفو عنا ويرفع عنا ما نحن فيه. عندنا الروت ان شاء الله، هي دي اخر محاضرة في الجزء الروت. عندنا الروت اوف الايه، الكارديو فاسكولار سيستم. الكارديو فاسكولار سيستم ده اللي هو ايه، اللي هو جهاز القلب بتاعنا. القلب هو شغال ازاي؟ ده رسم او ديجرام توضيحي للهيومن هارت، او لشكل قلب الانسان. زي ما احنا شايفين هنا كده، ربنا خلق لنا، خلق الهارت زي ما احنا شايفين كده. الايه بيتكون من ايه؟ بيتكون من شريان رئيسي اللي هو الأورطة، اللي هو اللون أحمر. عامة كل اللي انتوا شايفينه باللون الأحمر ده هو بيكون الأكسجينيتد بلد، أو يعني الدم المحمل بالأكسجين. وفي المقابل اللون اللي هو البلو، أو اللي هو البيبي بلو أو لايت بلو، ده دي أكسجينيتد بلد. وهنقول هو الأول الهارت بيتكون من إيه؟ أذينين وبطينين، عند رايت اتريوم ورايت وليفت اتريوم، ورايت فينتريكل اند ليفت فينتريكل.
وطبعا في ما بين هنا الاس اي نود والاي في نود اللي هم بيطلعوا الاشارات العصبيه للهارتس عشان ينقبض، وبالتالي تبدأ تسمع صوت ضربة القلب أو اللي هي الهارت بيت. كانوا علماء الكارديولوجي يقول لك صوت ضربات القلب بتاعتنا، لو أنا أحط إيدي على التيبل كده تبقى كأنها بوم تك بوم تك بوم تك، ده صوت الإيه الهارت بيت. فسبحان الله، يعني بيطلع من الهارت عندي الشريان الرئيسي، أهم شريان موجود عندي في الجسم اللي هو الأورطة. الأورطة ده اللي بيبدأ يوزع البلد الأكسجينيتد بلد أو اللي هو الدم المحمل بالأكسجين. احنا عارفين زي ما اتفقنا أي خلية في الجسم بتاعنا عشان تشتغل محتاجة ايه؟ محتاجة أكسجين، محتاجة نيوتريشن أو تغذية، محتاجة طاقة، محتاجة ATP، محتاجة جلوكوز، محتاجة بروتين، ولكن ما تحتاجش الدهون. ومهم جدا نبقى عارفين ان هي بتحتاج البروتين وليس الايه الدهون، لان الفاتس تبدا تعمل لي مشاكل اوكسيديشن او اكسده الدهون، وتبدا تعمل لي تطلع اجهاد الخليه، ومن ثم او يعني سو بعد كده التلف الايه الخليه. فهنا الاورطه هو اللي بيبدا يوصل بالشرايين التانيه والشعيرات الدمويه اللي واصله لكل الاورجانز والتيشوز والسيلز اللي بتكون محملة بالأكسجين، فبتمدها أو بتعمل لها سبلاي بالأكسجين عشان تقدر تأدي الفانكشن بتاعتها. في المقابل بعد ما الدم ما بيستهلك والخلايا بتستهلكه وبتستخدمه، بيحصل أكسجين كونسومشن، بيطلع بعدين الدم اللي هو دي أكسجينيتد بلود، خلاص دم محمل بما اللي هو فيهوش أكسجين، فيرجع من خلال الأوردة اللي هو عندنا احنا هنا فينا كافا اللي هو الوريد الرئيسي. برضو انا عندي تو، في عندي السوبيريور والانفيريور فينا كافا، عندي اللي بيتجمع من الكبد ويتصل بالفينا كافا اللي في الهارت عشان يرجع الدم تاني للهارت، ومن ثم يعاد يحمل بالقلب، وبعدين يبدا يحصل عندي ضخ او البمب بتاع الاكسجين يضخ مره اخرى من خلال الايه الاورطه. طيب عندنا هنا اول ميديكال تيرم في الكارديو فاسكولار سيستم هو كلمه كارديو، واتفقنا ان احنا في الاول خالص اول ليكتشر قلنا في بعض الروتس اللي هي مشتقه من اصل جريك اور لاتين، زي عندي الكارديو قلنا معناها الهارت. لما اقول مثلا كارديوتونيك ايجنتس، كارديوتونيك ايجنتس يبقى انا اقصد بيها هي المقويات او الدراجز او المواد اللي انا ممكن اخدها اللي بتقوي لي عضله القلب، وبالتالي بتحسن لي الفانكشن بتاعه الايه الهارت. طيب يبقى كارديوتونيك ايجنتس هي دراجز ذات انكريز ذا تون اوف هارت ماسل، هي بتحسن من كفاءه عضله القلب او الهارت ماسل، وبالتالي بتحسن الايه الفانكشن. لكن لو قلت مثلا كارديولوجي، كارديولوجي يبقى هو ايه؟ احنا اتفقنا اولوجي هي ساينس اوف، فيبقى معناها ساينس اوف ايه الهارت او علماء الايه، او لو هقول علماء الكارديولوجي يبقى انا هقول كارديولوجيست، يبقى ده سبيشاليست فين؟ في الكارديولوجي، وده هنقوله قدام ان شاء الله. تاني ميديكال تيرم عندي اللي هو الارتيريو، ارتيريو طبعا سهلة جدا، هي بيرتيننج تو ايه او بتشير الى ايه؟ هي بتشير الى ارتري يعني شريان. طيب لما اجي اقول arteriosclerosis، arteriosclerosis sclerosis معناها meaning hardening of arteries، يعني ايه meaning of heart او hardening of arteries؟ يعني يبدا يحصل عندي تصلب في الشرايين. يعني say مثلا الديامتر بتاع اي artery عندي في الـ في الـ في البادي بتاعي او في الجسم بتاعي، الديامتر تخيلوا كده هو الاوعيه الدمويه كلها عباره عن حاجات مجوفة، يعني زي التست تيوب، التست تيوب ليها ديامتر معين. طيب انا دلوقتي الناس اللي هم الهيفي سموكرز او اللي بناكل دايما فاست فودز، اكل مشبع بالدهون، هاي فات دايت، فيبدا عندي الدهون او الفري راديكلز اللي طالعه من السموكينج، عندي الدهون دي تبدا تترسب على جدار الاوعيه الدمويه،
ومن ثم الديامتر بتاعها يقل، هي السمك بتاعها طبعا هتزيد وبالتالي الديامتر هيقل، فالبلاد سبلاي او البلاد فلو اللي ماشي جوه الارتريز دي اللي واصل للاورجان بالتالي هيقل. فيبقى انا arterios sclerosis اقصد بيها hardening of a of arteries. طيب في المقابل عندي الفين بقى، الفين هنا الميديكال تيرم بتاعه هو اللي غريب شويه، يعني فليبو، فليبو يعني فين. لما اقول فليبيتس يبقى معناها اتفقنا ان ايتس اي مشوف في الاربع حروف اي تي اي اس meaning inflammation، الاربع حروف دول meaning inflammation. يبقى هنا inflammation of vein، يعني ايه inflammation of vein؟ يعني مثلا يعني لو حد بيركب كانيولا يعني اتركبت بالغلط، يعني بيركب الكانيولا المفروض يبقى حد ماهر وهو بيركب الكانيولا، فبيدخلها في الوريد. لو الكانيولا دخلت غلط هو بيعرف منين ان هي دخلت غلط؟ هو ركب الكانيولا، يبدأ بقى يدخل فيها الانتيبيوتكس او الدرج اللي هو هيديه في الكانيولا. فلو هي فعلا متركبة غلط بتلاقي بمجرد دخول السليوشن جوه الكانيولا فبيدخل جوه، تلاقي الـ الوريد قدامك بيبدأ يلتهب، انت بتشوفه بعينك، بتلاقيه في ايدك كده بيبدأ بتحس اولا بحرقان شديد جدا ولسعة جامدة جدا، وبتلاقي الوريد قدامك بيحمر وبيحصل فيه انفخ طول ما السائل داخل. فوانس ان هو بيحصل كده لازم استوب، ان انا ما كملش الميديكيشن او ما كملش ان انا الانتيبيوتكس اللي باخده واشيل الكانيولا، لان انا كده اتاكدت ان هو غلط. وبيعمل التهاب شديد وبيبقى حرقان وممكن يوقف لا قدر الله الايد، ابقى مش قادر احرك ايدي ولا اتنيها، وبيعمل بين شديد واحتاج ان انا بعد كده ايه اخد حاجات تودي لي الانفلاميشن ده. طيب الميديكال تيرم التالت عندي كلمة انجيو او فازو، انجيو او فازو الاثنين مينينج بلاد فيسل يعني وعاء دموي، وقلنا البلاد فيسل ده قد يكون ارتري او فين او ارتريولز يعني الاصغر الشريان الصغير. احنا قلنا الارتري اللي هو زي عندنا الشريان الرئيسي اللي هو كان الاورطة، لو شريان اصغر هسميه ارتريول. نفس الشيء بالنسبة للفين، الفين الصغيرة تبقى بنسميها فينيولز، وعندي هنا كمان في بتبقى الشعيرات الدموية الصغيرة. فكلمة انجيو اور فازو هي مينينج بلاد فيسل، هي وعاء دموي سواء ارتري اور فين، ده محمل ارتري محمل بالاكسجينيتد بلاد، اور الفين محمل بالدي اكسجينيتد بلاد، لكن فاينالي هما ذا بوث ار بلاد فيسل او وعاء دموي بيمشي فيه بلاد. فعندي هنا لما اقول انجيوجينيسيس، انجيوجينيسيس مينينج ايه؟ فورميشن اوف نيو بلاد فيسلز. احنا يوميا او يعني ربنا دائما جوه البادي بتاعنا بدون احنا ما نشعر بيتخلق جوانا ايه اوعية دموية جديدة. فالبروسيس نفسها عملية تصنيع او الفورميشن او ان هو يتكون، ربنا بيخلق نيو بلاد فيسلز اوعية دموية جديدة، دي بنسميها عندي انجيوجينيسيس، وليست الانجيوجينيسيس بتطلق على النيو بلاد فيسلز، لا هي على البروسيس. احنا بنطلق كلمة او التيرم اللي هو الانجيوجينيسيس تيرم على البروسيس نفسها اللي هي عملية الفورميشن اوف نيو بلاد فيسلز، وليس على البلاد فيسلز الجديدة اللي اتكونت. عندنا الروت السابع اللي هو الايه الريسبيراتوري سيستم، او اللي هو الجهاز التنفسي، اللي انت دلوقتي زي ما احنا شايفين كده الكورونا فيروس هو بيهاجم الجهاز التنفسي، فمهم ان انا احاول اقوي جهاز المناعة. بالمناسبة التعليمات اللي بتتقال من اجل السلامة او العلماء بيقولوها، لازم الغسيل بالمية والصابون، لازم التعقيم، لازم المطهرات، الكحول، كل الكلام ده، وان انا منزلش فعلا الشارع الا للضرورة، وبلاش يعني التجمعات. الحقيقة الكلام ده يعني بيتقال مش هو، لو هنبص لها من ناحية دينية هو واجب شرعي، واجب شرعي على كل واحد الالتزام بالتعليمات من اجل السلامة. لانه انا لو نزلت ومش فارقه معايا، انا ممكن ارجع البيت والدي يتاثر، والدتي، جدك، جدتك، فيعني ده واجب شرعي على كل واحد ان احنا نلتزم بالتعليمات، لان هم الفيزيشن ادرى ناس بالموضوع.
الحاجة التانية اللي أنا كنت حابة أقولها، يعني ناس كتير اللي هو بنلاقيه على السوشيال ميديا، سواء بتسخر من أو بتتريق أو بتهزر، واخدة الموضوع هزار، موضوع الفيروس الكورونا ومن قبلها الإعصار أو الأمطار الشديدة اللي كانت موجودة. يعني سواء أنا أخاف أو إن أنا أستهتر أو سخرية أو هزار طول الوقت، ده يعني قلة إيمان يعني، وده مش المفروض إن هو يحصل. وانا بزعل لما بلاقي هزار كتير على السوشيال ميديا. الناس بتحاول، وممكن ما يكونش قصدهم، بتحاول بس تخفف عن يعني الاسترس شوية، ولكن بلاش بالطريقة دي. لانه لو احنا قرينا في القرآن، انا كنت يعني بزعل جدا، يعني كل ما اقرأ الاقي مثلا قوم عاد او قوم ثمود او قوم صالح، دائما ربنا بيرسل الرسل والانبياء للناس عشان يهدوهم، لكن بتلاقي دايما في ايه سخرية. طب احنا مش هنآمن، طب ورينا العذاب، طب ورينا كذا. طيب فاحنا دلوقتي ده اللي حاصل، ده يعني هو ده جند صريح، يعني عشان نبقى متفقين كده، فيروس كورونا ده جند صريح من جنود الله. هو على فكرة الهم، حتى لو واحد زعل شوية او الهم، ده كلها جنود ربنا، يعني الرياح، الامطار، الرعد، كلها جند من جنود الله. فانا لو انا يعني اللي مش شايف ان ده حاجة صريحة، لا هو حاجة صريحة وواضحة. اول مرة المساجد يعني تتقفل، اول مرة الحرم طبعا يعني، وربنا ان شاء الله يعني دايما نقول كده اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا. الطيران وقف يعني، وزي ما بقول لكم كده حاجة لا ترى بالعين المجردة، ووقفت قدامها كل اسلحة العالم، يعني مهما كان في تطور او تكنولوجيا كل حاجة وقفت. فبلاش ناخد الموضوع بهزار، لا بالعكس، ان احنا وبلاش نخاف، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فناخد بالاسباب ونحاسب نفسنا ونستغفر ونتوب لربنا ونصلي. يعني اتمنى كل الناس تصلي وتدعي عشان ربنا يرفع عنا الايه ما نحن فيه. يعني الريسبيراتوري سيستم بيتكون عندنا زي ما احنا شايفين، عندي بيبدأ بالنيزل كافيتي الانف، بعدين عندي الفارينكس واللارينكس، يبدأ ينزل عندي القصبة الهوائية اللي احنا شايفينها دي، اللي هي التراكية. تراكية اللي هي القصبة الهوائية. التراكية دي بتتقسم لجزئين اللي هما بنسميها البرونكاي، يعني انا دي تراكية، بعدين عندي هنا البرونكاي، رايت وليفت برونكاي. البرونكاي تبدأ تتوزع لأجزاء أصغر بنسميها برونكيولز، اللي بنسميها البرونكيولز. البرونكيولز تبدأ تتوزع او تتقسم اكتر لحويصلات، اللي هي الدوائر الصغننه اللي احنا شايفينها دي، اللي هي بنسميها الالفيولاي. بتتقسم كده جوه ايه، جوه اللنج. احنا عندنا تو لنجز، رايت وليفت لنج، فبتبدأ تدخل التراكية جوه اللنج. طبعا الهواء داخل من النيزل كافيتي يوصل لجوه، الهواء ده فيه الاكسجين، فهو لما يدخل جوه التراكية والبرونكاي والبرونكيولز والالفيولاي، يبدأ الاكسجين يوصل لكل مكان فيه عندي في اللنج، وبالتالي بتكون حركة التنفس ايه سهلة. بيفصل القفص الصدري، او ربنا بيحمي القفص الصدري ده، بيحميه عن باقي الجسم بايه، بالديافراج. بيفصل الديافراج او سوري، هو القفص الصدري ده في القفص الصدري اللي بيبقى من بره اللنجز، واللي من تحتها بيكون الهارت. بيحميها القفص الصدري اللي هو فيه الريبس، اللي هو فيه الضلوع، بيبقى محاط بده من بره من الخارج. وبيفصل كل المنطقة دي عن الابدومين او محيط البطن، زي ما احنا شايفين الديافراجم او الايه الحجاب الحاجز. اول ميديكال تيرم عندي في الريسبيراتوري سيستم عندي النيزو. نيزو سهلة جدا، هي بريفير تو ايه او بيرتينينج تو مين تو النوز. intranasal يعني meaning inside the nasal cavity، يعني لما اجي يبقى انا عندي دور برد او الانف محتقنه، واحط نقط مثلا زي الاتروفين اوتروفين، او ان انا الناس الالرجيك اللي عندهم سينيسايتس او التهاب جيوب انفيه او ربو شعبي، فبضطر بستخدم البخاخات. لو مثلا بخاخات الانف اللي بقى انا بسحب لي الانف، ببخ البخاخه واسحب ايه او إيه بنسميه عشان ادخل كل الرذاذ او السوليوشن اللي طالع ده جوه الانف، فبسميها انترانيزل. انا بحاول اسحب جوه الايه الكافيتي بتاع النوز.
عندي بعدين اللارينكس او سواء لارنج او لارينكس بالجي او بالاكس، هي مينينج الايه كلها مينينج، هي مينينج الايه الحنجرة. فانا لما اقول لارينجوسكوب، لارينجوسكوب احنا اتفقنا ان سكوب مينينج منظار، اكزامينيشن هي وسيلة ان انا اعمل بيها فحص، اكزامينيشن يعني افحص. فيعني ايه انا بدخل المنظار ده على فكرة، او علم المناظير هو علم كبير، علم واسع، انواع المناظير كتيرة جدا. يعني انا منظار للحنجرة ده انا عايز ادخل اعمل لارنجوسكوب او اعمل منظار اندوسكوب. اندوسكوب يعني منظار، طالما انا قلت لارنج يبقى ده اندوسكوب او منظار خاص بفحص ايه، اكزامينيشن اوف لارنجز، هعمل بيه فحص للحنجرة. طيب ليه بعمل فحص للحنجرة وامتى بلجأ له؟ يعني بعض الاطفال مثلا اللي مأخرين في الكلام، فبيروح يعمل جلسات تخاطب، ففي البداية ممكن ان هو يعمل له ايه فحص ليه، او يعمل له منظار يشوف الحنجرة اخبارها ايه. او لو حد مثلا عادي بقى ادلت او كبير او يعني اولد ايج، كبار السن او whatever، يبدأ يبقى فيه مشكلة عنده في الكلام، فاضطر ان انا اعمل منظار عشان اشوف هل الحنجرة فيها لا قدر الله تيومر، فيها ورم. طيب ممكن المنظار ده ياخد لي بايوبسي، يعني يسحب عينة من الورم اللي هو شايفه وتتحل، واشوف هل هو فعلا فيه ورم ولا لأ، ايه اللي مؤثر على الاحبال الصوتية، ايه المشكلة بالظبط. فده الايه لارنجوسكوب، او ان انا اعمل منظار للحنجرة. المنظار ده زي ما بتروح مثلا حتى لو انا ودني وجعاني وبروح عند دكتور اذن، فبكشف على ودني وبمنظار، منظار بيشتغل ببتري صغيرة، وطبعا ده بيتم ما بيتمش بأناسيزيا ولا حاجة، اللي هو بتاع الاذن، وبيشوف هو الودن فيها ايه. لكن في مناظير تانية لما بنلجأ لها دي لازم البيشنت بيكون متخدر، او يعني بيتم اندر اناسيزيا تحت تأثير البنج، زي مثلا ابر اندسكوبي او لور اندسكوبي، يعني ان المنظار يدخل من الفم او ان المنظار يدخل من فتحة الشرج. وده بيكون عشان مثلا لو الابر ده انا عايز لا قدر الله في شخص عنده دوالي مريء بينزف، فانا ممكن ان انا ادخل بالمنظار اشوف لو هو في نزيف، المنظار يقدر يعمل ربط للدوالي من خلال المنظار. هو بيبقى اداة بتدخل من الفم وبتنزل لحد الاستومك مثلا او الدوالي المريء، وبتبقى الجهاز ده متصل بشاشة كمبيوتر، فبيوريني الوضع ايه بالظبط، واقدر ان انا اعمل ربط للدوالي، او ان انا جاست ان انا داخل الاستومك مثلا عايز اشوف حد عنده التهابات معدة، شاكين في السرز في قرح، شاكين في لا قدر الله في تيومر برضو، فبدخل اشوف، ولو لقيت حاجة غريبة فبدخل بعمل بايوبسي. يعني المنظار ده بيبقى فيه ملاقيت زي ملاقيت كده، وياخد يقطع جزء من يشيل حاجات من اجزاء من التيشو اللي موجوده دي اللي انا شاكك فيها، وابدا ان انا ابعتها لمعمل هيستولاب احللها واشوف هي هل تيومر ولا لا، هي انفلاميشن ولا لا، عادي بسيط تيومر، هل هو بناين ولا مالجنانت، حميد ولا خبيث. يعني نفس الشيء بالنسبه لو انا عايز اشوف القولون بقى نفسه او كده او الريكتوم، فانا بدخل بعمل المنظار مش ابر اندسكوبي، لا لور اندسكوبي، بيدخل من فتحة الشرج، ولازم البيشنت بيبقى صايم قبلها، متحضر كويس، واخد حقنة انيما يعني حقنة شرجية، عشان افضي كل الكولون وكل الريكتوم، بحيث لما ادخل اعمل منظار ادخل على نظافة عشان يتم دياجنوزز صحيح. بعدين عندي هنا البرونك، برونكاي، برونك او برونكاي، زي ما احنا اتفقنا قلنا في الاول. لو رجعتوا للرسمة هتلاقوا ان عندي كان الجهاز التنفسي بيبدأ من النيزل كافيتي، وبعدين بينزل لحد البرونكاي، لحد التراكية. التراكية بتبدأ تنقسم لتو برونكاي والبرونكيولز والبنيولز. البرونكاي لو رجعنا للرسمة كده، لو رجعنا للرسمة زي ما اتفقنا قلنا ان البرونكاي او الالفولاي او التراكية هي اللي بتدخل فيها الهواء، وبالتالي بيبقى فيها الاكسجين عشان يوصل لكل التو لونجز وابدأ اتنفس بسهولة. فالناس الالرجيك بيشنتس او اللي بيعانوا من ازمات الربو الشعبي، دايما بتلاقي عندهم مثلا ضيق في التنفس. ضيق في التنفس ده بيجي منين؟ لو انا في عندي انفلاميشن جوه، فبيبدا يحصل عندي برونكوس بازم.
برونكوس بازم. خلينا زي ما قلنا كده، مثلا لو انا الديامتر بتاع البرونكاي اللي قدامي 2 ملي مثلا، يعني على سبيل المثال، فلما يحصل فيها سبازم، سبازم يعني كونتراكشنز، يعني انقباضات، بتنقبض، فبتنقبض، فبالتالي هتضيق ولا هتزيد في الديامتر. لما تنقبض هتضيق، يعني جرب ضم ايدك كده على بعضها هتضيق. يبقى انا لما تضيق يبقى الاكسجين اللي جوه هيقل ولا هيزيد؟ كمية الاكسجين اللي جواها هتقل ولا هتزيد؟ اكيد هتقل، وبالتالي ابدأ احس ان انا هتخنق. فبرونكوسبازم يعني سبازم، انا لو قسمتها هنا سبازم meaning contraction، contraction of a bronchial smooth muscle، لان انا عندي البرونكاي كلها متبطنه من جوه بايه، بسموز ماسل، او يعني عضلات رقيقه جدا لطيفه كده، فهي لما بيحصل فيها سبازم هي بالتالي البرونكاي كلها تلاقيها انقبضت والديامتر قل زي ما قلت لكم، والاكسجين سبلاي او الاكسجين اللي جوه، كميه الاكسجين اللي موجوده جواها هتقل، وبالتالي ابدا احس بالاختناق. يبقى برونكوسبازم meaning contraction of the bronchial smooth muscle leading to أو resulting in، هيؤدي إلى إيه؟ narrowing the bronchi. طيب عندي medical term اللي هو، أنا عندي two medical term الحقيقة، pertaining to أو preferring to the lung، واحد منهم اللي هو البلم والتاني اللي هو النيوم. طيب البلم عندي هنا، يعني إحنا اتفقنا البلم meaning lung و new meaning lung. طيب عندي هنا example اسمه pulmonary edema. هي كلمة edema عامة، edema أو edema meaning ايه؟ meaning accumulation of excessive fluid. يعني لو انا اتلسعت، ابسط حاجة اتلسعت في حاجة، في صباعي اتلسع مثلا، بتلاقي بعد كده حصل التهاب وعبى مية، صح؟ هو الـ excessive fluid أو أي سائل يتجمع بكمية في مكان ما بنسميها إديمة. هتلاقي مرضى الـ القلب اللي عندهم مشاكل في القلب، بتلاقي رجليهم بتورم، فيبقى عندهم إيه؟ إديمة موجودة في الفوت، هتلاقي القدم بتاعتهم مورمة فيها مية. فعشان كده من ضمن التريتمنت بنديهم حاجات دايوريتكس عشان أنزل كمية، أو يعني مدرات للبول، يدخل التويلت كتير فينزل كمية الفلويد اللي موجودة في الجسم. طيب الناس اللي عندهم مشاكل، ربنا يعافينا، وش كل مريض مرضى الهيباتايتس اللي هم بقى في المراحل اللي هو المتقدمة من المرض، او يعني بنسميها حالة متأخرة، ديزيز بروجريشن في الديزيز، يعني المرض تطور او تقدم اوي، فيبقى الحالة في المقابل بتتأخر يعني. فبتلاقي عنده السايتس يعني بتلاقي البطن معبية مية، البطن معبية مية، هي إديمة حصلت في البطن، accumulation للفلويد للميه حصلت جوه الايه، البطن، ودي بتعمل لها عمليه بذل او بتتسحب الميه اللي موجوده. نفس الشيء بيحصل عندي، تسمعوا بالعربي، ارتشاح على الرئه، ارتشاح على الرئه او ميه على الرئه، دور برد جامد وما اخدش كورس انتي بايوتكس كفايه وطور معاه الدور وعمل له ميه على الرئه، او الناس اللي هم بمدخنين ويبدا يدخل في مشاكل كتير وممكن يعمل له ارتشاح على الرئة او مية على الرئة. فزي ما احنا شايفين دي النورمال لنج شكلها ولونها الوردي، وهنا دي التراكية والبرونكاي، بتتقسم هنا للتو برونكاي، بعدين البرونكيولز والالفيولا. هنا زي ما احنا شايفين، هنا دي خالية تماما وكلير، نظيفة جدا، هنا بدأت كل الحويصلات يبقى فيها ايه، مية او فلويد. كل المية اللي موجودة دي بنسميها إديمة، إديمة حصلت فين؟ في اللنج، فبسميها بالمونري إديمة، لأن اتفقنا إن إحنا الإديمة دي ممكن تحصل في أي مكان في الجسم، لأن هي عبارة عن accumulation of excessive fluid. لكن وانس إنها حصلت في الألفيولاي اللي هي الحيصلات الصغيرة، يبقى أنا أسميها بالمونري إديمة. طبعا بتلاقي البيشنت غير قادر على التنفس ولازم بيتحط له، او يعني بعوض باكسجين سبلاي، احطه على جهاز فنتيليتور، اسحب الميه دي، لازم الميه تتسحب، ولازم يكمل او ياخد كورس انتي بايوتكس قوي عشان ينشف كل الدنيا اللي موجوده دي. والبيشنت ما بيبقاش قادر يتنفس، وبتلاقي صوت النفس بتاعه عالي، بالمناسبه بيبقى عالي، وطبعا لو حد زي كده بيبقى الكلام طبعا معاه قليل، لما بندخل نزور حد بالمنظر ده يعني ما اتكلمش، يعني اكتفي بالاشاره عشان ما اجهدوش زياده.
ومهم جدا جدا انه ياخد الكورس الانتيبيوتكس الكفايه او تريتمنت كفايه، علشان موضوع ما يبدا ممكن بعدين الهارت يتاثر، مشاكلها كتير. طيب نيوم او اللي هي مينينج لونج، عندي الميديكال تيرمينال انديكيتد للنيوم او اللي هو نيومونيا، ونسمع كلمه نيومونيا كتير، لو سيفير انفكشن اوف اللونج زي فيروس ايه الكورونا. طيب انا لما بيبدا يحصل عندي، يعني هو ده اسوأ من او يعني مرحله تانية من الايه من الـ من البلمونري بعد البلمونري اديم عفوا، حصل عندي هنا انفلاميشن في اللنج، هنا زي ما احنا شايفين ده لو النورمال، هنا عندي انفلاميشن التهاب في النسيج في التشو كمان بتاع الايه بتاع اللنج نفسها، نتيجه انفكشن او يعني ايه عدوى او اصابه للايه اللنج، يبدا اسميها نيومونيا. طبعا بيكون برضو نفس الشيء في ضيق في التنفس، ولازم احتاج الماسك بتاع الاكسجين او ان هو جهاز الفنت اكوردنج للايه للكيس الحاله وضع.